من الحدود التركية السورية ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، يعني دعنا في تفاصيل هذا القصف التركي الجديد على قواعد عسكرية كردية في سوريا. نعم نادين، في الحقيقة نحن نسمع الآن في أذاننا أصوات القصف المدفعية التركية باتجاه مواقع لقوات الحماية الشعبية الكردية التي تسمى بيدي، التي كانت تتقدم خلال الأيام الأخيرة واستولت على مطار منق الذي كانت تسيطر عليه قوات المعارضة السورية. وهذه القوات تتجه اليوم باتجاه مدينة الرفعت التي تسيطر عليها المعارضة، وهي مدينة استراتيجية لمواقع المعارضة، وخاصة أنها تفصل بين حدود تنظيم الدولة الإسلامية وبين مدينة حلب التي من جهة ريفها من ريف الشمالي لحلب. هذه أيضا مدينة الرفعت قريبة من مدينة عزاز. مدينة عزاز أيضا متاخمة تقريبا للحدود التركية، وتعتبر السلطات التركية أن الحماية الشعبية الكردية بأنها تتبع لتنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تقاتله منذ سنوات، وخلال أيام أنهت رئاسة الأركان التركية أعلنت عن إنهاء العملية الحربية أو العسكرية التي تقوم بها في جنوب وشرق تركيا في مدينة أديار بكر في منطقة جزرة. إذن المدفعية التركية تدرك مواقع للأكراد الذين يعملون بخط موازي مع قوات النظام السوري بالتقدم باتجاه مناطق المعارضة والأماكن التي ومواقع المعارضة والفصائل العسكرية المعتدلة. طيب، هذه الجبهة الجديدة التي فتحتها تركيا اليوم كيف يمكن أن تؤثر على اللاجئين وعلى أزمتهم عند الحدود السورية التركية؟ الأماكن التي تقصفها المدفعية التركية قريبة جدا من أماكن تجمع النازحين السوريين على الشريط الحدودي التركي. كما تعرفين خلال الأيام العشرة أيام الماضية اتجه نحو قرابة 50 أو أكثر من 50,000 نازح سوري من الريف حلب الشمالي باتجاه الحدود التركية، والسلطات التركية لم تفتح أبوابها، لم تفتح الحدود التركية أو الشريط الحدودي، إنما أقامت مخيمات لهؤلاء النازحين وقدمت لهم الإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية داخل الشريط الحدودي السوري لهؤلاء النازحين. كيف يمكن أن تؤثر هذا؟ ربما يستغل الأكراد هذا الأمر ويقومون بقصف ربما بعض النازحين السوريين، يتخوفون من ذلك، من ردة فعل عكسية أو سلبية من الأكراد بقصف مخيمات النازحين، وخاصة أن هذه المخيمات أقيمت على عجل وتفتقر لجميع مقومات الحياة بشكل كامل، خاصة أنه لا يوجد فيها مرافق صحية ولا يوجد فيها عمل إغاثي منتظم بشكل يومي. ربما تؤثر بشكل سلبي على أوضاع النازحين. الأيام القادمة ستعطينا الأخبار. ستكون معنا أحمد غنام، شكرا جزيلا لك من الحدود التركية السورية.